لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله، عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح Discover Primary 3 او الصف الثالث الابتدائي Term 1 الترم الاول، والنهاردة هنبتدي نشرح في page 40 أو صفحة 40 lesson 4 أو الدرس الرابع في chapter 2 أو في الفصل الثاني making a healthy body أو إزاي نعمل جسم صحي. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا أصحابي في المرة اللي فاتت احنا عملنا experiment كده أو تجربة جميلة قوي، وكنا بنشوف ازاي ان السان سكرين او الكريم الوقاية من الشمس ازاي بيعمل بروتكشن او حماية، وجربناه طبعا على البيبر او على الورقة، وشفنا ازاي ان الكالر حصل له تشينج او تغير، والجزء اللي كان عليه سان سكرين ما حصلوش اي تشينج او اي تغير وحصل له بروتكشن او حصل له حماية من الريز او من الاشعاعات الخاصة بالسان. النهاردة هنتكلم في الموضوع ده بشكل بسيط، هنتكلم فيه في البيج دي، وبعدين هنعرف معلومات مهمة جدا عن our muscles او عن عضلاتنا و our bones او عن العظام بتاعتنا، وازاي it works او ازاي هي بتشتغل مع بعض. والكلام اللي هنقوله ده كلام جميل جدا ومهم جدا، وكمان هينفعك ازاي تعرف اكتر عن جسمك. فالنهاردة اول بيج اللي هي بيج 40 عنوانها investigation conclusion. investigation conclusion، conclusion يعني استنتاج، انا بستنتج حاجة بعمل لها conclusion، بعمل لها استنتاج يعني بعمل لها conclusion. investigation يعني تحقق، يعني تحقيق، لما انا بشوف حاجة واتحقق منها ده اسمه investigation، وبعدين بعمل conclusion او بعمل استنتاج بناء على الانفستيجيشن دي. فانفستيجيشن conclusion يعني استنتاج التحقق، بعد ما تحققنا وشوفنا نتائج الاكسبيرمنت بتاعتنا هنشوف بقى الاستنتاج بتاعنا هيكون عامل ازاي. فبيقول لنا هنا use the information you recorded during the investigation to answer the questions. استخدم المعلومات اللي انت سجلتها خلال التحقق، عملية التحقق، علشان نجاوب على الأسئلة التالية. مرة تانية use the information you recorded during the investigation to answer the questions. فأول حاجة بيسألها لنا هنا يا أصحابي what happened to the side without sunscreen؟ إيه اللي حصل للجنب اللي ما كانش عليه sunscreen؟ did the paper's color change or stay the same؟ هل يا ترى لون الورقة اتغير ولا فضل زي ما هو؟ مرة تانية what happened to the side without sunscreen؟ without اللي ما كانش عليه اي sunscreen، did the paper's color change or stay the same؟ طبعا احنا عرفنا المرة اللي فاتت ان البيبر color حصل له change لما ما حطيناش عليه sunscreen وسبناه في الشمس، الجزء اللي ما كانش عليه sunscreen بقى لونه باهت، بقى لونه بيل كده باهت، والجزء اللي كان عليه sunscreen ما حصلوش اي حاجة لان sunscreen عمل له protection. فالمفروض هنا هنكتب بقى طبعا الconclusion بتاعنا او الاستنتاج بتاعنا، هنقول طبعا the color of the paper it changed، لون الورقة اتغير، the color of the paper changed، لون الورقة اتغير. طب بيقول لنا في السؤال الثاني how is the side with sunscreen different from the side without sunscreen؟ ازاي الجزء اللي كان عليه sunscreen مختلف عن الجزء اللي ما كانش عليه sunscreen؟ مرة تانية how is the side with sunscreen different from the side without sunscreen؟
فالمفروض هنا طبعا هنكتب ال conclusion بتاعنا أو الاستنتاج بتاعنا، وهنقول the side with the sunscreen stayed the same while the other side turned into light black. الجزء اللي كان عليه sunscreen ما تغيرش، والجزء التاني اتحول للون اسود باهت، اسود فاتح. يبقى مرة تانية the side with the sunscreen stayed the same while the other side turn it into light black. طب في السؤال التالت بيقول لنا you saw، انت رأيت the effect sunscreen had on paper، انت شفت التأثير اللي عمله السانسكرين ده على البيبر. what effect do you think، ايه التأثير اللي انت تعتقد ان هو يعمله sunscreen؟ يعني what effect do you think sunscreen has on our skin، ايه التأثير اللي انت تعتقد ان هو يعمله السانسكرين على our skin او على الجلد بتاعنا؟ يبقى مرة تانية you saw the effect sunscreen had on paper، what effect do you think sunscreen has on our skin؟ طبعا يا اصحابي احنا جلدنا بيختلف عن الورقة في حاجة، الـ our skin او جلدنا بيعمل production او بينتج ل substance او لمادة، زي ما عرفنا المرة اللي فاتت الـ substance دي او المادة دي بتعمل protection او بتعمل حماية لـ our skin ان هو يتحرق، ان هو يحصل له burning، وعرفنا ده. المادة دي يا اصحابي اسمها ميلامين، الميلامين دي او مادة الميلامين دي بيفرزها الجلد من جواه بحيث ان هي تخليه يبقى في حماية شوية من الريز او من اشعاعات الشمس علشان ما تحرقهوش. طبعا الميلامين ده مادة غامقة شوية بتعمل شوية سمار في الجلد، بس برضو ما بتمنعش اشعاعات الشمس بشكل كامل، فلو حد مثلا قعد في اشعة الشمس لفترة طويلة جلده هيتحرق. ليه؟ لان هي بتحاول تحميلك، لكن هو لو ما عليهوش سان سكرين او احنا مغطيين جلدنا برضو هيحصل له بيرنينج او هيتحرق، وهتلاقي في اجزاء فيها حصل لها بيرنينج وهيبقى فيها التهابات. فالمادة دي لما بيكون عندنا سان سكرين على جلدنا، جلدنا برضو بشكل تلقائي كده بيفرز الميلامين دي او المادة دي، فبيحصل له شوية سمرة كده، بيبقى يسمر شوية، اللي بنسميه التان. في ناس كده بتروح تدهن جسمها سان سكرين وبيقعدوا في الشمس، طبعا ده في السمر او في الصيف، ويقعدوا على البلاج ويستنوا كده لغاية ما جلدهم ياخد لون سمرة يسمر شوية كده. اللون ده بيحصل بسبب المادة بتاعت الميلامين دي او مادة الميلامين دي، لان الجلد بتاعهم بيفرز الميلامين دي علشان يحمي نفسه، وكمان بيبقى فيه سان سكرين فالجلد بيسمر شوية. فطبعا جلدنا بيختلف عن البيبر في الجزئية دي، البيبر الكالر ما حصلوش اي تشينج لان هو بيبر، ما بيعملش اي برودكشن او اي انتاج لاي مادة علشان يحمي نفسه، لكن جلدنا بيحمي نفسه وبينتج المادة دي او بيعملها برودكشن، السابستانس دي او المادة دي اسمها الميلامين. طبعا احنا مش مطلوب مننا ان احنا نحفظ اسمها، بس لازم نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل. فطبعا احنا لما بندهن جلدنا سان سكرين وبنقعد في الشمس، جلدنا بيبقى فيه حماية، فيه بروتكشن عليه، بس كمان هو بيفرز الميلامين دي او بيعمل مادة الميلامين دي فبيسمر شوية، فطبعا بيحصل تشينج او بيحصل تغير في الكالر بتاع الجلد بتاعنا. هنكتب الكلام ده ونقول ايه هنا بقى، our skin gets darker because of the melanin، جلدنا بيتحول للون جلدنا بيبقى اغمق بسبب الميلانين. the body's way to protect itself from burning، الميلانين دي هي الطريقة اللي بيحمي بيها جسمنا نفسه من ان هو يتحرق. ونتنقل لquestion 4 او السؤال الرابع، بيقول لنا هنا what does this investigation teach us، الانفستيجيشن دي بتعلمنا ايه، about the importance، عن اهمية of using something، ان احنا نستخدم شيء ما to block our skin، علشان نحمي جلدنا from sun rays من اشعاعات الشمس. What does this investigation teach us about the importance of using something to block our skin from sun rays؟ طبعا احنا بنتعلم هنا من الانفستيجيشن دي ان احنا لازم نعمل protection للسكن بتاعنا من السن rays علشان ما يحصلوش burning. هنقول ده ازاي يا اصحابي؟ هنقول هنا it teaches us if we didn't block our skin from sun rays
it will be burned. يبقى مرة تانية, it teaches us if we didn't block our skin from sun rays it will be burned. لو احنا ما حميناش جلدنا وما عملنالوش protection وغطيناه بحاجة تعمله protection, ال sun rays هتحرقه. ونتنقل البيج اللي بعد كده, خليكم معي. طبعا البيج دي يا أصحابي هي بيج 41 أو صفحة 41. قبل ما نقراها كده ونعرفها, هي فيها تفاصيل كتيرة قوي ولازم نقراها لوحدينا according to teacher guide, بس أنا هسهلها عليكم. أنا هقراها في الأول وبعدين عايزكم تعملوا بوز وتقروها انتوا بعد مني, تشوفوا انتوا بتعرفوا تعملوا reading بشكل سليم ولا لأ, وبعدين شغلوا الفيديو تاني وشوفوا التكست اللي بعد كده وهكذا. فقبل ما نعمل لها reading ونقراها مع بعض, عايزين نفتكر مع بعض شوية important information كده أو معلومات مهمة عن our body أو عن الجسم بتاعنا. زي ما احنا شايفين في البيج دي يا أصحابي اللي احنا أخدناها قبل كده, هنا جسمنا جواه حاجة اسمها البونز. البونز أو العظام اللي هي لونها أبيض دي زي ما احنا شايفينها قدامنا. البونز دي يا أصحابي أو العظام دي بتبقى موجودة جوه جسمنا علشان تخليه ليه شكل كده, ولو هي مش موجودة جوه جسمنا, جسمنا هيبقى مبطط في بعضه كده وملوش أي شكل, يبقى عامل زي الكورة. فالبونز دي بتدي لجسمنا حاجة اسمها الشيب, الشيب أو الشكل اللي هو ربنا خلقه عليه. دي أول حاجة. تاني حاجة, البونز دي بتبقى موجودة جوه جسمنا علشان تعمل بروتكشن أو علشان تعمل حماية لأورجنز, أورجنز أو أعضاء داخلية جوانا. يعني هنا مثلا في منطقة الشيست دي أو منطقة الصدر دي, جوه صدرنا في أعضاء حساسة جدا زي الهارت أو القلب, زي الاستومك أو المعدة, زي اللونجز أو الرئتين. الهارت ده مثلا لو لا قدر الله حاجة خبطت فيه وما كانش متغطي بالبونز اللي حواليه دي وعامل حواليه كده قفص كده زي ما بنقول عليه بالعربي القفص الصدري, هنموت لا قدر الله على طول. فهي بتعمل بروتكشن للأعضاء الداخلية اللي عندنا. يبقى أول حاجة البونز دي بتدي لجسمنا شكل, بتخليه مش مبطط في بعضه. تاني حاجة بتعمل بروتكشن للأعضاء أو الأورجنز اللي موجودة جوانا. تالت حاجة كمان, البونز دي بتساعدنا إن احنا نقدر نتحرك. بس علشان نقدر نتحرك البونز دي لازم يكون في حاجة بتحركها. البونز دي لو موجودة لوحديها كده هتفضل ثابتة زي ما هي. ايه اللي ممكن يحركها بقى ويشدها لفوق ولتحت ويحركها يمين وشمال؟ اللي بيحركها ولازق عليها على طول هو المسلز. المسلز او العضلات يا اصحابي اللي هي لونها ريد دي او لونها احمر دي, المسلز دي لازقة على كل البونز او attached to all bones, موجودة كده ولازقة في كل البونز. والمسلز دي يا اصحابي بتخلي البونز دي او العظام دي بتتحرك. علشان اقدر ارفع ايدي واكل لازم احرك المسلز الخاصة بايديا, فالبونز اللي جوه ايديا هتتحرك مع المسلز واحط الاكل في بقي. علشان امسك حاجة لازم احرك المسلز اللي موجودة في دراعي علشان امسك الحاجة دي, البونز هتتحرك مع المسلز وهتمسك الحاجة اللي انا عايزها. فالبونز والمسلز بيشتغلوا مع بعض, بيكملوا بعض. البونز بتدي لجسمنا الشيب, الشكل الجميل اللي هو ربنا خلقه عليه, وكمان بتعمل بروتكشن او حماية للأورجنز او للأعضاء اللي موجودة جوانا. اللي بيخليها تتحرك بالطريقة اللي احنا عايزينها تتحرك بيها هي المسلز, المسلز او العضلات اللي هي موجودة عليها على طول. هنقرأ ده وهنتعلم عن ده أكتر في page 41 أو في صفحة 41. فهنا يا أصحابي بيقول لنا bones and muscles work together, العظام والعضلات بيعملوا معا. bones and muscles work together. فبيقول لنا هنا read the text, اقرأ القطعة المكتوبة. فبيقول لنا your body is made of many parts, جسمك مصنوع من أجزاء كتيرة, that work together اللي هي بتعمل معا, to keep you alive, to keep you alive علشان تخليك حي, تخليك عايش. bones and muscles work together, العظام والعضلات بيشتغلوا مع بعض, to help you move علشان يساعدوك ان انت تتحرك, and protect soft organs وعلشان كمان يحموا الـ soft organs أو الأعضاء الحساسة اللي جواك. مرة تانية, your body is made of many parts that work together to keep you alive. bones and muscles work together
to help you move and protect soft organs. فأول حاجة بيكلمنا عنها بقى هي الموفمنت أو الحركة، إزاي البونز والمسلز بيساعدونا إن احنا نعمل موفمنت أو نتحرك بشكل سليم. فبيقول لنا هنا your bones made up your skeleton، العظام بتاعتك بتكون الهيكل العظمي بتاعك. طبعا ليه أصحابي السكيلتون أو الهيكل العظمي بتاعنا؟ السكيلتون أو الهيكل العظمي بتاعنا ده زي ما احنا شايفين قدامنا بيتكون من so many bones أو من عظام كتيرة. البونز دي بتكون السكيلتون أو الهيكل العظمي بتاعنا بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. فبيقول لنا هنا your skeleton could not move without muscles، الهيكل العظمي بتاعك لن يستطيع أن يتحرك من غير عضلات، بدون عضلات. Most muscles are attached to bones، كل العضلات أو أغلب العضلات لزقة كده وموجودة على العظام. When you move your muscle، لما أنت بتحرك عضلاتك، your skeleton moves too، الهيكل العظمي بتاعك بيتحرك برضو. Muscles lift and turn bones to help you eat، العضلات بتتحرك وبتطلع فوق وتحت علشان تخليك تقدر تاكل. exercise تقدر تتدرب، and play instruments وكمان تلعب على اي آلة من الآلات الموسيقية. يبقى مرة تانية your bones make up your skeleton، your skeleton could not move without muscles، most muscles are attached to bones. When you move your muscles, your skeleton moves too. Muscles lift and turn bones to help you eat, exercise, and play in instruments. بيقول لنا بعد كده يا أصحابي hold your arms out to your side، ارفع ايديك وخليها جنبك زي اللي موجود في الصورة دي. الشخص اللي موجود في الصورة ورافع ايديه جنبه كده، فبيقول لك اعمل الاكسبيرمنت الصغيرة دي وارفع ايديه كده خليها جنبك في الهواء. Can you feel muscles working؟ هل يا ترى انت حاسس بالعضلات وهي بتتحرك؟ Are your shoulders getting tired؟ هل يا ترى كتافك حاسس ان هي وجعاك شوية وتعبانة شوية لما انت تسيبها في الهواء حبة كده؟ Shoulders muscles، العضلات الخاصة بالاكتاف، are attached to your arm bones، هي موجودة بين عظام أكتافك وعظام دراعاتك. These muscles، هذه العضلات، lift and move your arms، بتحرك دراعاتك وتخليها تطلع وتنزل. يبقى مرة تانية hold your arms out to your sides. Can you feel muscles working؟ Are your shoulder getting tired؟ Shoulders muscles are attached to your arm bones، these muscles lift and move your arms. بيقول لنا بعد كده يا أصحابي think of all the ways your body moves، فكر في كل الطرق اللي جسمك بيتحرك فيها كده وبيتحرك بيها. when you walk، لما انت بتمشي، muscles move bones in your leg، العضلات بتحرك العظام اللي موجودة جوه جسمك. زي ما قلنا ان المسلز موجودة على طول على البونز، فلما احنا نحب نحرك رجلنا بنحرك المسلز بتاعتنا، فبالتالي البونز بتتحرك معاها. and feet، والقدم نفس النظام. when you chew، لما بتنضغ حاجة بتمضغ حاجة ببقك، muscles pull your jaw up and down، العضلات بتحرك الفك بتاعك لفوق ولتحت علشان تقدر تعمل chewing او تمضغ الحاجة اللي انت عايز تمضغها. and side to side، ويمين وشمال كمان. even when you are sleeping، حتى وانت نايم، muscles move your ribs، العضلات بتحرك الريبس، الريبس اللي هي الضلوع اللي موجودة على صدرنا يا أصحابي، هي دي الريبس اللي موجودة في جسمنا، العظام اللي بتحمي صدرنا. لما احنا بنبقى نايمين المسلز بتاعتنا بتحرك الريبس دي علشان خاطر تخليها تطلع وتنزل ونقدر نتنفس بشكل سليم وإلا هنموت. يبقى مرة تانية even when you are sleeping muscles move your ribs to help you breathe، حتى وانت نايم العضلات بتحرك الريبس بتاعتك علشان تقدر تتنفس. بيقول لنا بقى في البروتكشن او في الحماية
muscles and bones العضلات والعظام have another important job ليهم كمان وظيفة مهمة تانية they shield soft organs shield اللي هو الدرع يا أصحابي الدرع اللي احنا ممكن نستخدمه لو بنحارب ونصد بيه السهام اللي جاي من الأعداء في الحروب بتاعت زمان ده كان اسمه شيلد أو الدرع المسلز والبونز كمان عاملين زي الشيلد أو الدرع ده بيحموا السوفت أورجنز أو الأعضاء الحساسة اللي موجودة جوه جسمنا like your heart زي قلبك lungs الرئتين بتوعك and brain ومخك organs do a lot of work الأورجنز دي بتعمل شغل كتير جدا to keep you alive علشان تخليك عايش so they must be protected علشان كده لازم الأورجنز دي تبقى في حماية لازم تبقى محمية your skull الجمجمة بتاعتك اللي هي موجودة جوه دماغنا your skull bones الجمجمة بتاعتك اللي هي موجودة جوه دماغنا work kind of like a helmet عارفين الهلمت يا أصحابي اللي احنا بنلبسها على دماغنا واحنا راكبين البايسكل زي الشخصية الموجودة في الصورة دي هي لابسة هلمت على دماغها دي اسمها اللي هي طاقية الحماية لو لا قدر الله الواحد وقع ولا حاجة بتحافظ على دماغه ان هو يتعور او ان هو يحصل له حاجة وحشة فبيقولك هنا ان السكال بونز او عظام الجمجمة بتاعتنا work kind of like a helmet بتعمل كأنها طاقية حماية if you bump your head لو انت خبطت دماغك your brain is shielded مخك محمي can you feel bones هل يا ترى انت تقدر تحس بالعظام behind your eyebrow اللي خلف حواجبك في عندنا فوق عينينا على طول حاجة اسمها الايبرو الحواجب بتاعتنا الحاجب كل حاجب منهم وراء عظام لو انت حطيت ايدك على حواجبك هتحس بالبونز اللي وراء الايبرو بتاعنا او الحاجب بتاعنا if you get hit in the face لو انت خدت خبطة في وجهك with a football بكورة this bones protects your eyes العظام دي بتحمي عينيك muscles also shield your eyes by squeezing them shut العضلات كمان بتحمي عينيك بان هي بتخليها تخش جوه شوية وتقفل عينيك ورموشك علشان خاطر ما يحصلهاش حاجة حتى لو حد جه مثلا يتخبط بكرة ولا حاجة في وشه بيروح قافل عينيه جامد وعامل كده بحيث ان هو يحافظ عليها لما بنقفل عينينا جامد ونخليها مقفولة جامد كده المسلز بتعمل protection لأور eyes من اي حاجة ممكن تضرها many organs اعضاء كتيرة are found in your chest and torso chest يعني الصدر منطقة الصدر and torso ومنطقة الجذع اللي هي صدرنا وبطننا يا أصحابي فبيقول لك في أعضاء كتيرة جدا حساسة موجودة في منطقة الصدر ومنطقة الجذع كمان اللي هي منطقة صدرنا وبطننا your ribs الريبس بتاعتنا الضلوع بتاعتنا اللي موجودة في صدرنا اللي احنا شفناها من شوية form a protective cage بتكون قفص للحماية around your chest حوالين صدرك اللي احنا بنسميه القفص الصدري العظام بتاعت الريبس بتكون قفص كده يحمي صدرنا من جوه زي ما قلنا من شوية can you feel them حط ايدك على صدرك كده هل يا ترى انت حاسس بالريبس دي او بالعظام بتاعت الضلوع دي اللي موجودة في صدرك these bones shield your heart and lungs العظام دي عاملة زي الدرع حوالين قلبك ورئتينك from protecting your brain من حماية مخك to wiggle your toes لحد ان انت تحرك اصابع رجليك and fingers واصابع ايديك your bones and muscles have many jobs عظامك وعضلاتك عندهم وظائف كتيرة جدا من اول مخك لحد صوابع رجليك وصوابع ايديك المسلز والبونز بيشتغلوا وبيساعدوك على ان انت تعمل الحاجات اللي انت عايزها وبيحموك كمان they work together هما بيشتغلوا معا to keep you safe علشان يخلوك في امان and on the move وكمان تقدر تتحرك بشكل سليم بكده نكون انهينا البيج دي نتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا بيكلمنا هنا يا اصحابي عن اكسبيرمنت جميله قوي هي اكسبيرمنت صغيره وجميله مسليه جدا تقدروا تعملوها وانتوا في البيت او وانتوا في الكلاس روم فبيقول لنا هنا الميكانيكال فينجر او الاصبع الميكانيكي ان احنا نعمل
صباع ميكانيكي كده نقدر نعمله ببعض الماتيريالز او الادوات اللي ممكن نلاقيها موجودة حوالينا، وازاي هنقدر نعمل الميكانيكال فينجر ده بالادوات دي نخليه يتحرك ويفتح ويقفل. فبيقول لنا هنا read all instructions، اقرأ كل التعليمات carefully بعناية before you begin، قبل ما تبدأ to build your mechanical finger، ان انت تعمل الاصبع الميكانيكي بتاعك. فبيقول لنا هنا الماتيريالز you will need، المواد التي سوف تحتاجها one piece of card stock اللي هي ورقة واحدة من الورق المقوى، زي ما قلنا ممكن نجيب ورق كانسون من المكتبة او اي ورقة كرتون، one drinking straw واحدة من الشفاطات بتاعة الشرب بتاع المشروبات المختلفة، عايزين شفاطة، scissors مقص، one piece of yarn 30 cm، قطعة من الخيط طولها 30 سنتيمتر، glue or tape يعني صمغ أو شريط لاصق. الانستراكشنز يا أصحابي أو التعليمات بيقول لنا طبعا أول حاجة هنحط إيدينا على الورقة اللي هي الورقة المقوى دي أو ورقة الكرتون دي، وهنرسم عليها صباع من أصابعنا، وهنحدد الأماكن اللي بيتني فيها الصباع بتاعنا بشكل سليم، بعدين هنقصها. فهو بيقول لنا هنا trace your pointer يعني تتبع وامشي حوالين الصباع بتاعك بالقلم الرصاص، trace your pointer finger تتبع الإصبع بتاعك اللي هو ده وامشي حواليه بالقلم الرصاص، on a piece of card stock على ورقة من الكرتون، cut out the finger اقطع الصباع اللي انت رسمته ده، draw lines ارسم خطوط where your finger bends في الاماكن الصباع بتاعك بيتني فيها، 3 lines total هم 3 خطوط في الاجمال، bend the paper finger اتني الورقة بتاعت الصباع ده along the lines في الاماكن بتاع الـ في الاماكن اللي انت رسمتها، يعني هتتنيها في كل خط من الخطوط دي هتتنيها فيها، these are the joints، these are the joints دي الأماكن اللي بيتني فيها الصباع. تالت حاجة بيقول لك cut the straw قص الشفاطة into 4 small pieces لأربع أجزاء صغيرة. بيقول لك بعد كده glue or tab إلزق بالصمغ أو بالشريط اللاصق a piece of straw onto each of the 4 sections of the finger، الزق قطعة من الشفاطة دي في كل حتة موجودة من الحتت اللي موجودة على الصباع، هتلاقي عندك في 4 أماكن كده فاضية بين الثلاث خطوط، هتحط في كل حتة من الحتت دي piece of straw أو حتة من الشفاطة اللي احنا قصيناها. بعدين بيقول لنا push a piece of yarn دخل قطعة من الخيط through all of the straws داخل كل الشفاطات اللي احنا لزقناها طبعا على الصباع، the note should be at the tip top of the finger لازم انها تكون عند قمة الصباع. بعدين بيقول لنا tap the noted end of the yarn to the finger tip، بعدين بيقول لك الزق بقى نهاية الخيط في قمة الصباع زي ما اتفقنا من شوية، هنا اهو هيلزقها هنا. وفي page 43 بيقول لنا في number 7 hold the base of the finger flat on the desk، امسك بقى القاعدة بتاعت الفينجر دي او الصباع ده على المقعد او على الترابيزة اللي انت قاعد قدامها، pull the yarn near the base of the finger to move it، هنشد بقى الخيط لتحت كده علشان نخليه يتني ويتفرد، فنحطه على ترابيزة او على ديسك قدامنا ونثبت القاعدة بتاعته فيها او نمسكها يعني ونثبتها عليها، وبعدين نشد الخيط كده هنلاقي الصباع ده اتنى واتفرد قدامنا. بيقول لك بعد كده answer the questions اجب على الاسئلة. اول حاجة بيقول لك what part of your model، ايه الجزء اللي من النموذج اللي انت عملته ده represents the muscles بيمثل العضلات. طبعا ايه اللي بيحرك الفينجر ده يا اصحابي، احنا اتفقنا ان المسلز هي اللي بتحرك البونز، فاللي بيحرك الموديل ده او النموذج ده هو اليارن، فهنكتب هنا the yarn هو اللي مكان المسلز. طب بيقول لك هنا what part of the model، ايه الجزء في النموذج بتاعك represents the bones بيمثل العظام، فطبعا ايه الجزء الصلب اللي ماسك في الورق علشان يخليه يتحرك، طبعا ده السترو او الشفاطة اللي هي مكان البونز، فهنكتب هنا the straw اللي هي الشفاطة، الاجزاء بتاعت الشفاطات اللي احنا حطيناها اللي بيتحرك جواها اليارن.
ففي نمبر 3 بيقول لنا How do the bones and muscles in your model work to make the finger move؟ ازاي العظام والعضلات في المودل بتاعك دي بتشتغل مع بعض علشان يخلوا الفينجر ده يحصل له موف ويتحرك. فنقول هنا يا اصحابي the straw and the yarn are attached together by glue، يعني الخيط والشفاطات متوصلين مع بعض ولازقين مع بعض عن طريق الصمغ. When I pull the yarn، لما انا بسحب اليارن او الخيط، that represents the muscles اللي بيمثل العضلات، the straw that represents the bones الشفاطة اللي بتمثل العظام can bend ممكن تتني and the model moves and the model moves والنموذج ده يتحرك. يعني انا لما بشد اليارن بعمل له pull، يعني انا لما بعمل pull لليارن او بشد اليارن بشد الخيط ده اللي بيمثل الماسلز، والبونز اللي بيمثلها السترو او الشفاطة ثابتة طبعا جوه الموديل، بيخلي الموديل يتحرك. يبقى مرة تانية the straw and the yarn are attached together by glue، الشفاطات والخيط متوصلين ببعض عن طريق الجلو او الصمغ. When I pull the yarn، لما انا بشد الخيط، that represents the muscles اللي بيمثل العضلات، the straw that represents the bones الشفاطات اللي بتمثل العظام can bend تقدر تتني and the model moves والنموذج يتحرك. وبكده نكون انهينا page 43 او صفحة 43 وانهينا معاها درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.